بنمشوا لفقرة كرسي الاعتراف مع نور الشيباني. نور، تعتبري في نفسك ناجحة في الشيء اللي تقدمي فيه؟ ناجحة. علاش خديتي وقت باش تجاوبي؟ علاش خديت وقت؟ لأن شوفي، النجاح هو لي معايير معينة ولي مقياس معين، بس أنا لاحظت كل إنسان ناجح لي محايد ولي محبين ولي معارضين. لو أنا فعليا ما كانش عندي معارضين وما كانش عندي منتقدين وما كانش عندي ناس فعليا شدتها في جرتي، ما كنتش حنعتبر نفسي ناجحة. علاش؟ لأن أنا مسيت فيهم حاجة. تعرفش يعني نمس فيك حاجة ونخليك أنت تعطيني من وقتك تكتبي لي أو حتى تطلعي بفيديو، سواء كنت مواطن عادي أو كنت فنان، معناها أنا مسيت حاجة فيك وأنا وصلت ونجحت. لو كنت مقيمة في ليبيا، كنت حتقدري تقدمي الشيء اللي قاعدة تقدمي فيه توا، اللي هو وعد شو، بنفس الجرأة بتاع وعد شو، بنفس القوة بتاع طرح القضايا اللي تقدمي فيها؟ طبعا أكيد، فعليا كنت حنديرة. يعني شنو؟ هل لان ممكن شنو معناه؟ شنو اسمه؟ شو ما عرفش شنو اسم، شنو سميتي انت؟ يعني شوفي، قصدي انا اللي ما نديرش في حاجه غلط، بس انتي تنتقدي في ناس، تنتقدي في دوله، تنتقدي في مجتمع، تنتقدي في عده اشياء. شوفي، احنا علاش درنا ثوره؟ مش باش نولوا احنا ناس ديمقراطيين وعندنا حريه التعبير وعندنا وعندنا وعندنا. لو احنا درنا ثوره وقاعدين بنخاف ونطلعوا صوتنا ونقولوا كلمتنا، معناها كان قعدنا قبل زي خير، زي قبل خير. ما باك يا مرت بوي لولا. ولكن حسيتك اللي انت تقدمي فيه فات الحريه يا نور. شنو هو حسب كلام الناس؟ يعني ما شوفي، ما قدمتش ولا اي شيء خارج العادات وخارج التقاليد. واي موضوع انا تكلمت فيه في برنامج وعد شو، هو تكلمت فيه من الواقع، من الشارع الليبي، اتكلمت على الدولة. هذه حاجات قاعدة تصير، لأمتى بنقعد نطبلوا ونبيضوا في الصورة ونجاملوا ونخافوا؟ فعليا لأمتى؟ قصدي الإعلام هو المنبر الوحيد للمواطنين باش يوصل صوتهم. سواء أنا طلعت تكلمت على المعاكسات، سواء طلعت تكلمت على إن القنوات الحكومية ولا القنوات الخاصة ولا أي شيء، هذا واقع. أنا نحكي في واقع، مش جايبة الكلام من عندي.